احنا كائنات غير مستقرة، بنصحى بيمود وبننوم بيمود، وده يعني طبعا تحفظ كبير شيء على الكلام ده، لكن انا بالعكس بشوف انه كلام ده دليل واضح على اهميه التوبيك ان احنا فتحناه الليله ده. انه انا قلت اللي هو انتوا لو راجعتوا للكلام بتاعي، انه اخر شيء انا قفلت بيها السلايد، انه طيب المشكله شنو؟ هل نحن الليله عايزين نناقش انه الحركات النسويه دي هل دايرين نناقش انه موضوع التحرر ده نحن محتاجين ليه؟ هل دايرين نناقش انه الكلام، لا نحن دايرين نناقش انه الحاجه الحاصله حاليا في المجتمع اللي هو تو اكستريم ديل ادوا لازمه، والازمه اللي هي بقت عدم بالبلدي كده في جوطه مخ يعني. والحاجه دي تدلل عليها باننا كون انا اكون الصباح دايره السيد احن للموروث القديم بتاعي اللي هو كده، وكونه بالمساء اكون دايره اطلع وكده اقوم امشي على الثقافه الجديده اللي جاتني عبر البحار زي ما الجماعه قال، ولا لو سوينا جاتني البلد دي الانتاج الحاجه الحاصله هسه اللي سوينجينج مود بتاع كل ساعه انا عايزه حاجه مختلفه، ده ناتج للحاجة الواقعين فيها نحن هسي حاليا دير الأخطاب المتجاذبة اللي قاعدة تتجاذب فينا وفي عقلياتنا هسه. رانيا أكدت النفس إنه النفس المشكلة بأنها قالت أنا ممكن نحن كنسوان مثلا ما بنرضى إنه أنا أشتغل والراجل يقعد في البيت، اللي هي ده الراجل هو المفروض يصرف وكده، اللي هو ده أميل للصايد ذاك الأول. وفي نفس الوقت ختمت كلامه بإنه في وظائف أنا عايزة أشتغلها ومن حقي أشتغلها وأنا بقدر أديها وأنا ممنوعة منها. يعني أنا العايزة أوريها إنه حاليا كلنا عاملين كده سواء رجال او نساء، انه بقينا متجاذبين ما بين الاخطاب دي. الهدف سالت سؤال عن الهدف شنو، الهدف من الفورم ده انا بفتكره من التوبيك ده ومن غيره اننا نحن نعيد تشكيل العقليه السودانيه. ولما نحن نقول العقليه انا ولما يقول لك حتى الكلام اللي قال قبيل انه طيب هي وين المؤسسات، هي وين الحاضنات الاجتماعيه، هي وين القوانين، هي وين الحاجات، ان احنا حنتكلم الحاجات دي كلها نتاج لتفكير البشر وليس العكس. يعني انت ما بتلقى حاضنات اجتماعيه ومؤسسات بعدين تقوم تفكر بيز على الموجود، الحاصل انك انت بتفكر صح، التفكير الصح هو بينتج مؤسسات صح وحاجات صح. الكلام بتاع انه نحن مفروض نشتغل على تغيير المفاهيم وتغيير العقول اول حتى نديل بينتجوا لك الحاجة اللي انت عايزة، ده هو الهدف. الهدف ده نحن في قبل المداخلة قالت انه بيقى في عداء للرجل، الحقيقة انها هي ما عداء للرجل، هي عداء لأي عقلية بتميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وبتدي طرف تاني مسؤوليات لكن بتنزع منه حقوق، وبتدي العداء تجاه عقلية معينة اذا قلنا انه في عداء.